لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله الآية الرابعة قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا، نهى الله سبحانه عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بعد أن أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، وفيه دليل على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب ابن عمر ونافع ومولاه والشعبي وابن سيرين، وهو رواية عن مالك وعن أحمد بن حنبل وعن أحمد بن حنبل، وبه قال أبو ثور وأبو داود الظاهري، إلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد والناس لهذه الآية، ولقوله تعالى في آية الصيد: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ويزيد هذا الاستدلال تأكيدا قوله سبحانه في هذه الآية: وإنه لفسق. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية في الصيد وغيره، وذهب الشافعي وأصحابه، وهو رواية عن مالك بس مش ده المعتمد، ورواية عن أحمد أيضا ليس المعتمد، إلى أن التسمية مستحبة لا واجبة، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء ابن أبي رباح. وحمل الشافعي الآية على من ذبح لغير الله، وهو تخصيص للآية بغير مخصص، يعني الآية أعم من ما أهل به لغير الله، لا تجعل الآخر مخصصا لأنه بعض أفراده موافق له في الحكم. والأحاديث تؤكد وجوب التسمية وعدم جواز تركها. إن قلنا بأن الناس قد وضع عنه الإثم والعقوبة وتحريم الذبيحة نوع من العقوبة، فليبقى العامد على ما هو عليه من عموم الآية. قال: وقد روى أبو داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر. إسناده ضعيف لا يثبت، مع الإرسال فيه الصلت السدوسي مجهول ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه غير ثور ابن يزيد. يبقى مرسل وضعيف. قال: وليس في هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآية. نعم، حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم. بيقول يفيد أن التسمية عند الأكل تجزئ مع التباس وقوعها عند الذبح. الحقيقة أن هذا الحديث يدل على أن الواجب حمل أمر المسلم على السلامة حتى وإن كان حديث عهد بكفر، وأنه يجزينا في تلك الحال أن نسمي نحن على الأكل. وهناك فرق بين هذا
وبين من علمنا أنه تعمد عدم ذكر الله كأن ذكر فأبى وذبح. احنا عايزين نوضح مسألتين، مسألة التسمية ومسألة التذكية. التذكية ذبح مع تسمية من ذابح مؤهل للذبح، يبقى لازم ذبح ولازم ذابح ولازم تسمية. تسمية مسألتها بقى تدخل تبع متروك التسمية عمدا، متروك التسمية سهوا أو جهلا، ما سمي عليه غير اسم الله. يبقى احنا عندنا في التزكية إذا جهل حصول الذبح من عدمه فهو كعدمه، لا تحل الذبيحة لأن الأصل عدم الحل بإجماع العلماء بعد نص السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وجدته قد غرق في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. علل الحرمة بأنك إيه؟ لا تدري. يبقى إذا لم ندري الذبح لم تحل الذبيحة حتى يغلب على ظننا أو نتأكد أو نعلم أو ندري أنه قد وقع ذبح. إذا وقع شك في الذابح، طبعا معنى إذا قلنا إذا وقع شك يبقى ما ينفعش، يبقى بالأولى إذا علمنا أنه إيه؟ لم يقع ذبح، مش كده؟ يعني إذا تأكدنا لقينا البتاعة برقبتها مثلا ومكتوب عليها ذبحت على الشريعة الإسلامية وما فيش إيه؟ ذبح، يبقى بالتأكيد لا تحل. طب النوع الثاني بنقول إذا جهل الذابح، يعني اختلط بمن تحل ذبيحته وهو المسلم والكتابي وبين مشرك أو ملحد أو بوذي أو هندوسي أو مجوسي، اختلطوا كأهل بلد فيها النوعان ولا ندري من ذبح وليس عندنا خبر بالأولى، إذا حرم ذلك هذا يحرم لأنه ليس من ذبيحة من أحل الله ذبيحته ولا ندري أذبحه مسلم أو كتابي أم لم أم كان غير هؤلاء. وبالأولى إذا علمنا أن الذابح ليس بمسلم ولا كتابي، إحنا عندنا درجات. إذا علمنا أن الذابح مجوسي هندوسي ملحد زي بتوع أوروبا عامتهم، وأقل حاجة أن بتوع أوروبا مختلطين ونادرا من يكون نصرانيا على النصرانية، فهؤلاء لا تحل ذبيحة، لا تحل يعني ما يأتي من عندهم حتى نعلم حصول الايه؟ الذبح من ذابح مسلم او كتابي. يبقى امر التسمية، يبقى احنا قلنا عندنا متروك التسمية عمدا، متروك التسمية نسيانا او جهلا، ما سمي عليه غير اسم الله عز وجل، فلا يستثنى من ذلك الا متروك التسمية سهوا او جهلا. ونسمي نحن ونأكل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كنا لا ندري أسمى أم لم يسمي أم سمى غير اسم الله، فالأصل حمل أمر المسلم على السلامة، والظاهر كذا الكتابي إلا أن يعلم أنهم لا يسمون الله كنصارى مصر. الأغلب منهم اللي يسمي باسم الصليب أو باسم المسيح. لو قال بسم الله تجوز،
لو قال لو هو يهودي تجوز، لأن اليهود لا يسمون غير اسم الله. لو كان غير كتابي قالها مجاملة بسم الله حتى يعرفك مسلم. غير كتابي يعني غير كتابي يعني مجوسي، وقالها بسم الله ما تنفعش. ليه؟ لأن ربنا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مفهومها طعام غيرهم غير حل لكم. يبقى لو مشرك سمى الله ما تنفعش، مجاملة مش مجاملة زي ما يكون. لازم شرط الذابح شرط مستقل، وشرط الذبح شرط مستقل. الذبح معناه أنها ليست وقيدا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. بسم الرب، بسم الرب زي بسم الله طالما كتابي. المسلم تارك الصلاة الذي لم يدعوه الإمام إلى الصلاة وإلا قتله أو سجنه أو هدده بل تركوه. جماهير العلماء حيث يعد شذوذا على عدم شذوذا ما يخالفه، جماهير العلماء على عدم تكفيره، حتى الحنابلة، حتى من يقولون بأن تارك الصلاة كافر يجب قتله بترك صلاة واحدة، كل دول بيقولهم إذا دعاه لإيه؟ الحاكم. وأما إذا لم يدعوه الحاكم ولو ترك صلوات فلا يكفر. وده كلام ابن تيمية في العدة، شرح العدة. وأما عندهم مذهب اللي هو بقى اللي خده ابن باز والعثيمين قديما، في أن من ترك الصلاة ولو لم يدعوه الإمام كفر بمجرد ترك صلاة واحدة، وهذا مذهب الأجري. حتى يخرج وقتها طبعا، ووافقه طائفة قليلة من الحنابلة. أما ابن تيمية فيقول في تارك الصلاة أنه يكفر حين يجب قتله، أي إذا دعاه الإمام فأبى وعرض على السيف، وهنا يجب قتله فهو يكفره في تلك اللحظة. وأما قبل ذلك فإذا كان لا يصلي قط، فابن تيمية يحكم عليه بالكفر الباطن دون الظاهر، مثل المنافقين، فتجري عليهم أحكام الإسلام. إلا أنه أيضا يستثني من التكفير بالترك المجرد دون الإباء حين العرض على السيف، طبعا الاستحلال ما فيهوش نزاع. يستثني ابن تيمية من عزم على القضاء أو عزم على الصلاة في المستقبل، فإنه يقول فهذا عمل، إذا عزم على القضاء فهذا عمل فلا يكفر. كويس كده؟ الأظهر عدم التكفير. لا، ابن تيمية بيحكم عليه بحكم كفر باطن بحكم المنافقين، ويأخذ أحكام الإسلام الظاهرة، وده مش موافقين عليه. فإن بعض الناس لا يكون قد صلى قط ولكنه لا يستحل ترك الصلاة. إخوة لسه بيحكونا الأسبوع اللي فات وهم في قوافل الدعوة، جابوا واحد دخل المسجد بعد ما خلصوا صلى الصلاة والكلمة، لقوا الراجل بيبكي بكاء هستيري، فبيقولوا له مالك مالك في الآخر، فقال لهم يقول لهم أنا كنت رايح أجيب حشيش والإخوة خطفوني من المصير اللي يعني السيء، يعني أنقذوني أنا، بس بقول أنا بقالي 42 سنة ما صليتش، هعمل إيه في اللي فات ده كله؟
سبحان الله. أنا أقول ده كان كافر، ما كانش كافر بس كان غافل. الراجل ده ربنا رزقه التوبة في اللحظة دي، وعزم بعد كده أنه مش هيسيب الجامع ده هو اللي ربنا هداه فيه وأنقذه من الايه، من الحشيش. وقالوا له بقى صلي كتير عشان الموضوع ده، بس الموضوع ده وسعنا فيه شوية علشان المشايخ اللي بيفتم بان الجزارين كلهم ايه لحومهم ذبحهم حرام. ماشي. اللي بيسب الدين اللي بعينه سمعته بيسب الدين وما نطقش الشهادتين ولا صلى، يبقى لا تأكل من ذبيحته لغاية ما يصلي ويذبح بعدها، يبقى او نطق الشهادتين يبقى دخل في الاسلام. يعني انت ظبطته ورجع وتاب الكلام كله، ولا خدها كده على الموضوع يعني؟ لا، انت اول ما لو هو ذبح بعد ما سب وما تابش في هذه المده، تاب يعني نطق الشهادتين ورجع الى دين الاسلام. اكتبوها في ورقة احسن عشان ممكن تبقى اسئلة واحدة بس فيها مقاطعات كتير. بس انا موضوع الصلاة عشان ايه، عشان في مشايخ في القاهرة كتير كانوا بيفتوا بذلك لغاية ما الناس ما عرفتش الا كده. قال: وذهب مالك واحمد في المشهور عنه وابو حنيفة واصحابه واسحاق بن راهويه أن التسمية إن تركت نسيانا لم تضر، وإن تركت عمدا لم يحل أكل الذبيحة. وهو مروي عن علي وابن عباس وسعيد المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر ابن محمد وربيعة ابن أبي عبد الرحمن، جمهور العلماء على ذلك. واستدلوا بما أخرجه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. صحيح موقوفا، والمرفوع ضعيف. قال: هذا الحديث رفعه خطأ، وإنما هو قول ابن عباس. يعني ما فيش حجة ليه، لأن ابن عمر مخالفه. بس احنا نحتاج بحديث الآتي: نعم. طيب يا جماعة، احنا خلصنا بتاع دي. نعم، يمكن الاستدلال لهذا المذهب بمثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن عدي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل ذبح ونسي أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم. فهو حديث ضعيف قد ضعفه البيهقي وغيره. والضمير في قولي وإنه لفسق يرجع إلى ما بتقدير مضاف، وإن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لفسق، ويجوز أن يرجع إلى مصدر تأكله، أن تأكله، فإن الأكل لفسق، أي فإن الأكل بمصدر يعني. وقد تقدم تحقيق الفسق هو الخروج عن شرع الله. وقد استدل من حمل هذه الآية على ما ذبح لغير الله بقوله: وإنه لفسق. ووجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقا، بل الفسق الذبح لغير الله. ويجاب بأن إطلاق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنع شرعا. هذا هو الظهر، اللي يقولوا له سم يقول مش حسمي يبقى فاسق، والاكل من الذبيحه دي محرم فيكون الاكل منها ايه؟ فاسق. طب يقولوا في اتفاق على انه لا يفسق للتاويل، ده مانع من منع التفسيق مش الحكم العام. احنا نتكلم على من بلغته الحجه واصر، ف
فيفسق لماذا يتعمد ترك التسمية. الآية الخامسة تمام صحيح. قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد اختلف أهل العلم هل هذه محكمة أو منسوخة لآتوا حقه يوم حصاده أو محمولة على الندب. فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أن الآية محكمة وأنه يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهما وخذ بيدك ضغثا فاضرب به أي قبضة من العثكول من النخل يضربها يأخذ بتاعها فيها 100 يعني 100 عذق ويضربها بها. هذا هو ظاهر الآية وقد كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يوم الحصاد يأتي بالقن أو القنوين ويعلقه في المسجد وكان بعضهم يختار أسوأ ما عنده فأنزل الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وهذا ظاهر في الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على من تصدق بالقبيح أو بالسيء. ولو كان غير واجب لم يتغيظ عليه. قال وذهب ابن عباس ومحمد بن الحنفية والحسن والنخعي وطاووس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج إلى أن هذه الآية منسوخة بالزكاة واختاره ابن جرير. رغم ندرة ما يقبل ابن جرير دعوى النسخ إلا أنه هنا رجح ذلك. ولماذا نقول بالنسخ مع إمكان الجمع وأن هذا حق آخر غير الزكاة؟ ولماذا نقول بالنسخ ومن الممكن أن نقول بالاستحباب ده أقص أقل شيء؟ ولذلك نقول إن هذا الكلام طالما أمكن الجمع ولو علم التاريخ. علم التاريخ لأن أصبت الزكاة في المدينة ليس فيما دون 5 أوسق صدقة والآية مكية. ولكن طالما أمكن الجمع لم يكن ذلك مستوجبا أو مسوغا للقول بالنسخ. قال يؤيد النسخ أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف. والجمهور ليس بحجة وليس إجماعا وقد علمتم من خالف من الصحابة والتابعين. لذلك نقول هذا الأمر حق واجب يخرجه صاحب الزرع يوم الحصاد وإن لم يكن قد درس ونقى حتى نعلم القدر الواجب. قال وقال الطائفة من العلماء إن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب. يبقى ده أقل الأحوال. لو هتصروا إن ده ليس بواجب مع عدم الدليل لأن الله سماه حقه
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على من أخرج الرديء. يبقى على الأقل نقول بالاستحباب، هذا أولى من النسخ. طب الناس دلوقتي بتدرس بتجمع وتدرس وتنقي النهاردة في المكان الحديث في نفس اليوم خلاص، يبقى إذا أخرج يوم الحصاد ولو شيء ولو الزكاة نفسها أجزأ ذلك. المهم إن الناس ساعة ما تحصد تطلع. نعم. يخرج ما تيسر، يخرج قنو ياكلوه، يخرج سنابل ياخدوها يطحنوها هما. مفيش حساب. ده انا بتكلم على القدر الواجب يوم الحصاد، ده حاجه غير الزكاة. الزكاة اللي هم دلوقتي بيعملوها بيدرسوها في نفس اليوم، بيلم القمح والمكن الجديد ده، بيحصد ويزرع ويدرس ويفصل في نفس اليوم، يبقى فاضل عليه الحساب فقط. لو هيحسب في نفس اليوم ويطلع في نفس اليوم أجزاءه عن الآية. طيب عشان كده بنقول، عشان كده كلهم قالوا ان الكلام ده كانش موجود في زمن التشريع. كلهم قالوا، مش كلهم يعني، الصحابة اللي قالوا القول بالوجوب او الاستحباب قالوا يخرج قبضة، يخرج ضغطا، يخرج شيئا غير مقدر غير ملزم، تقدير جاي بعد ما يحصد ويزرع، قصدي بعد ما يدرس ويكيل ويعرف قدر الواجب من الزكاة. انا بقول ان هو لو طلع يوم الحصاد الزكاة نفسها اجزأه بالضبط. قال ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ومثلها في الاعراف لا، اي لا تسرفوا في التصدق. واصل الاسراف في اللغة الخطأ، وفي الفقه التبذير. قال سفيان ما أنفقت في غير طاعة الله فهو إسراف وإن كان قليلا. كلام سديد. ما أنفق في معصية الله فهو إسراف. طب إزاي يبقى في إسراف في الصدقة ومنهي عنه؟ عندما يأتي إنسان أتصدق بماله كله أو بأكثره مما يعجز معه عن النفقات الواجبة فيتكفف الناس، فهذا يأثم ويكون مسرفا في الصدقة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب فحذفه بها حتى كادت تصيبه، فقال يأتي أحدكم إلى مالي كله فيتصدق به ثم يتكفف الناس. ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. الكلام ده مش مخالف لتركت لهم الله ورسوله؟ لا، ليس مخالفا، لأن من عنده كسب مستمر من تجارة أو عمل أو جاه يستطيع أن يحضر ما يلزمه أو له مال عند الناس لكن ليس بحاضر فتصدق منه فذلك ليس بمذموم. المذموم هو من يتصدق حتى يضيع نفسه ومن يعول، أو يمتنع من أداء حقوق الناس. واحد مديون عليه 3000 جنيه، قبض 3000 جنيه، راح عند مطعم مشهور صرف 3000 جنيه حتى لو كان بيشتغل كل يوم. الراجل اللي ما عطاهوش فلوسه مظلوم. انت المفروض لا تنفق
بالتبذير على نفسك ولا تتصدق بالزيادة وعليك قدر واجب. نعم انا ما قلتش اللحمة، انا قلت له ممنوع يروح ياكل ويجيب ديليفري. يروح ياكل كشري لغايه ما يسدد الناس. كنت مره بسال واحد كان داعيه مشهور بس احنا ابعدناه وهو شايفنا ظالمينه، بقول له انت ديونك كسرت قد ايه؟ قال لي 1.8 كده بس. كان ايه انت الكلام ده مثلا من 25 سنه؟ كان 1.8. قلت له قال لي وفي كمان 5. يعني 2.3 المجموع بس. 2.3 ايه؟ مليون. ويروح يسكن في فنادق فاخرة ياخد جناح كامل بايه؟ بالفيزا اللي الناس عاطينها له عشان يصرف على نفسه منها. الراجل محوش تحويشة عمره $30,000. 5 ايام بيبص بالفيزا يقول هيعمل ايه؟ هياخد لا صفر. هدول ده ظالم ومسرف، ولو في المباحات ولو في الصدقات. قال وقيل هو خطاب للولاة، يقال لهم لا تأخذوا فوق حقكم، ويقال وقيل المعنى لا تأخذوا الشيء بغير حقه ولا تضعوه في غير مستحقه. كلام سديد. يبقى الضابط كما ذكرنا في الإسراف هو ما كان في الحرام، ما كان في المباح إذا كان يضيع من يعول أو يضيع حقوق الناس. اللي عليه ديون يروح يسدد الديون الأول، يتصدق باللي يعلم إن صاحب الدين يأذن به وإلا ما تصدقش. الواجب مقدم على النافلة. قال الآية السادسة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال قل لا أجد فيما أوحي إلي، أمره الله سبحانه بأن يخبرهم أنه لا يجد في شيء مما أوحي إليه أي القرآن، وفيه إذان بأن مناط الحل والحرمة هو الوحي لا مجرد العقل. من أحسن الكلام أن مبنى الشريعة على الوحي، مبنى الشريعة على الوحي، مفيش حاجة تانية تخالف الوحي يمكن الاعتماد عليها. مش زي الزنادقة الكفار الذين يقولون بأن الشرع شيء والحق شيء آخر، زي اللي بيقول الحلاج قتل بلسان الشرع وهو بلسان الحق محمود. ايه؟ الحق، انت كده بتقول الشرع خلاف الحق يبقى انت مش مسلم. تقول لي بقى انه شاهد الحقيقة الكونية وصل لحالة المحو والفناء والاستلام فصار لا يلتزم بالوحي يبقى خارج من الملة، خصوصا في الكفريات بقى دي ما تحتملش. يعني ما تقوليش عذر بالجهل ولا بالتأويل. في واحد بيقول ان الله عبد نفسه بنفسه لنفسه، فوصل بذلك الإنسان الذي يشهد أن الله هو الذي عبد نفسه بنفسه إلى ما يسمى بالفناء أو وحدة الوجود أو وحدة الشهود. عارفين اللي يقول الكلام ده مش كلام؟
هذه زندقة لم يرى مثلها منذ نحو مثلا يعني إعلان كلام ده من 700-800 سنة، لأن ده ملفوظ تماما، بس عايزين يحيوا وحدة الوجود. محرما، قل أجد فيما أوحي إلي محرما غير هذه المذكورات. فدل ذلك على انحصار المحرمات فيها، لولا أنها مكية وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرمات المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. هل هذه زيادة؟ الصواب لا، هذا زيادة بيان بأنواع من الميتة. قد يشك البعض هل تدخل في الميتة أم لا، فلذا لأن الميتة هي ما مات حتف أنفها، ما مات حتف أنفه، أما هذه فلا تموت حتف أنفها بل بضرب أو خنق أو أقذ ترد نطح أكل السبع. واستثنى ما ذكوه، ما أدركوه حيا فذكوه فقد حل. قال وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية والكلاب ونحو ذلك. كلاب عشان هي ذي مخلب من الطير، والقطط لا، وتفترس بعض الحيوانات الصغيرة، ولو قلنا فإنه نهي عن قتلها وذبحها يلزم منه قتلها أو يتضمنه. نزود ونقول بقى عشان الجملة تبقى مكتملة، ما أمر بقتله وما نهي عن قتله. يبقى عندنا قلنا إن المنخنق والمنقوذ والمتردية والنطيحة ومجرى السبع دي كلها مما هو تفصيل للميتة، مات بأحد هذه الطرق وإن كان لم يمت حتف أنفه. وبنقول استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من عموم الآية كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، والحمار الأهلي. ويستنبط من قول النبي عليه الصلاة والسلام، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع دواب، النملة والنحلة والهدهد والسرد، وما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. فيستنتج من ذلك أن كل ما نهي عن قتله فإن التذكئة لا تؤثر فيه لأنها منهي عنها ليس مأمورا بها. وما أمر بقتله لو كان يمكن الانتفاع به بالذبح لأمر به، فلما ترك ذلك دل على عدم صحة ذبحه لأنه مأمور بقتله مطلقا، كخمس يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والغراب والحدأة والحية والكلب العقور. ايه ايه اللي في حكمها؟ طيب شيء السلعوة كلب عقور، العقرب الذئب مثلا، الذئب كلب عقور، العقرب هو في بعض الروايات فعلا فيها العقرب، حية والعقرب.
وهي مثله الحية. يبقى أي حاجة بعد كده لم يرد فيها دليل فهي حلال. ليه؟ الحصان الفرس يجوز أكله نصا، تمساح البحر ذيناب بلا شك، وهو ليس في البحر بل هو يبيض في البر ويعيش على البر ويمشي على البر، ليس مستقلا في البحر. لا، القرش سمكة حتى لو كانت ذات ناب، لكن لا تسمى في اللغة سبعا، سبعا. وبالجملة والضبع في خلاف بناء على أنه صيد أم لا، وإلا فلا شك أنه ذيناب، ولكن صح أنه ذكر في الضبع شاه، فدل على أنه صيد. حدثني الشيخ أحمد حطيبة أنه بعد بحث طويل في هذه المسألة وجد نوعا من الضباع النباتية، جاب خبرها ويقول الأقرب أن تكون هي دي، وهذا يعجبني. يبقى خرجنا من الموضوع. قاعد يدور بيقول لي كتير لغاية ما لقيت في ويكيبيديا ولا معرفش فين نوع من الضباع بيأكل النباتات، يبقى خلاص يبقى هو ده، يبقى هو ده الصيد، يبقى الضبع اللي احنا عارفينه بيفترس يبقى ده لا يزال ذيناب من السباع. الخنزير بجميع أنواعه إلا ما سمي لفظا مشتركا كالسمكة التي تسمى خنزير الماء، هم سموه خنزير الماء عشان شكل كده، وزي الخنزير الغيني غينيا بيجزي دي اللي هي قوارض اللي هو الزقزق، الزقزق هو أرنب نوع من الأرانب. كنت أقول بحرمته بناء على أنه من فصيلة الخنازير، وشكله شكل خنازير، وشه وش الخنزير، ولكن بالبحث عن انتمائه الجيني والحيواني فإنه من فصيلة القوارض وليس من فصيلة الخنازير إلا اللفظ، فهذا اشتراك لفظي لا يحرم هذا الحيوان. فمن سمع مني قبل ذلك غير ذلك فليعلم أني رجعت عن ذلك. وبالجملة فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات كما يدل عليه السياق ويفيده الاستثناء، فيضم إليه كل ما ورد بعده في الكتاب والسنة مما يدل على تحريم شيء من الحيوانات. وإن كان هذا العموم هو بالنسبة إلى كل شيء حرمه الله من حيوان وغيره فإنه يضم إليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الأشياء. وقد روى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة أنه لا حرام إلا ما ذكره الله في هذه الآية، وروي ذلك عن مالك، وهو قول ساقط ومذهب في غاية الضعف لاستلزامه إهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن. وإهمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بحرمة شيء مثلا بعد نزول هذه الآية بلا سبب يقتضي ذلك، يعني هذا الإهمال لا سبب له ولا موجب يوجبه، مع أن التمسك بقول أحد ولو كان صحابيا في مقابلة قوله صلى الله عليه وسلم
من سوء الاختيار وعدم الانصاف. المسألة دي فيها مبحث أصولي في نسخ السنة للقرآن. الحنفية يقولون الآية، والمالكية اللي بيقولوا بالكلام ده برضو بيقولوا لأن الآية محكمة والسنة التي بعدها ناسخة لها. طبعا على مذهب الجمهور جواز التخصيص بالمنفصل المتأخر، فلا يسمى هذا نسخا بل هذا ايه؟ تخصيص. ولذلك الشافعية بيقولوا رغم انهم يقولون بعدم نسخ الايه؟ السنة للقرآن. وبالنظر انه لا يوجد دليل يدل على منع نسخ السنة للقرآن، ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبرنا، فاذا اخبرنا بشيء فلا يلزمنا غير ما اخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المسألة دي هي اللي فيها الفايدة الوحيدة في الخلاف، يعني ثمرة الخلاف في المسألة هي المسألة دي تقريبا، او انا مش مستحضر، لا استحضر غيرها. والخلاف فيها هيكون خلاف لفظي، وانا ارجح ان ده نوع من النسخ، ان ساعة نزول الآية كان كل هذه المحرمات لسه ما اتحرمتش، وبعدين حرمت بعد ذلك، فهذا في الحقيقة نسخ. سميه تخصيصا لا بأس، سميه نسخا لا بأس، الخلاف لفظي. وقوله محرما صفة لموصوف محذوف أي طعاما محرما على أي طاعم يطعمه من المطاعم، وفي يطعمه زيادة تأكيد وتقرير لما قبله إن هو طعام، يعني إلا أن يكون ميتا، أي ذلك الشيء أو ذلك الطعام أو العين، عين هذا المحرم أو الجثة أو النفس، كل دي يعني عشان يقدم ده مقتضى هذا الكلام. قرئ بالتحتية إلا أن يكون، وبالفوقية إلا أن تكون، وقرئ ميتة وميتة على أن يكون تامة. أو دما مسفوحة وهو الجاري وغير المسفوح معفو عنه، كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح، ومنه الكبد والطحال، وكذا ما تلطخ به اللحم من الدم، الحاجات العالقة هذا لا يجري. ما يلزمش ان الناس تقعد تعلق اللحمة تصفيها لغاية ما تنزل كل حاجة، لو طبخوها على طول تجزئ. حد يعرف يجيب دليل؟ لسه يعني سجع يجار لما طبخت اللحم في المرض وعلى في البداية. طبعا عايز زي المرفوع تبخي الحمير تبخي تبخي غير حاجة الحرام. لا اتحرمت هذه اللي نظر حاجة الولاد. ايوه كده، ده دليل وضع كده. الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل وأخذ بضعة من كل واحدة فوضعت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرضها، فما استنتش، ده كان لسه ما سلخوهاش. قال وقد حكى القرطبي الإجماع على هذا، والآية دي دليل على نجاسة الميتة ونجاسة الدم المسفوح ونجاسة لحم الخنزير. قال أو لحم خنزير ظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم، ظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحم باطل. جمود شحم الخنزير محرم كاللحم بالإجماع، والضمير فإنه رجس راجع إلى اللحم أو إلى الخنزير، إلى الخنزير كله رجس،
بل الصحيح انه راجع على المحرم. لماذا؟ لانه الذي كرر عود الضمير اليه، فيناسب ان يكون الضمير يعود ايضا على ما كرر عود الضمير اليه. والرجس النجس، ولذلك نحن نقول بنجاسة هذه كلها، نجاسة الميتة، وهو مجمع عليه. وقد دل قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، على أنه كان قبل الدبغ نجسا لموتها. أو الدم المسفوح، لا تغتر بخلاف الشوكاني والألباني والمشايخ المعاصرين الذين لم يسبقوا بالقول بطهارة الدم، واستدلوا باستدلالات عجيبة تدل على عدم فهم المقصود، أعني بالاستدلال بأن الصحابة صلى وجرحهم يثعب دما، أن عمر صلى وجرحه يثعب دما، أن عباد ابن بشر صلى وقد طعن. كل هذا يدل على أن المعجوز عنه لا تلزم إزالته لأنه معجوز عنه، أن القليل معفو عنه، وليس معناه أنه ليس بنجس. عشان حد يقول إن في خلاف في المسألة ما يجيب لناش الآثار دي، يجيب لنا حد من السلف قال الدم طاهر، مش ان انت تقول لي ما تتصور انت انه دليل على ان السلف يقولون بالطهارة. ها؟ وقعت عين. لا مش كده، مش ده الاستدلال، مش انها وقعت عين. احنا بنقول هو ان الدليل عندي موجود اصلا، فانه رجس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. والأمر بالغسل دليل على وجوب هذا الغسل، ولا واجب إلا من حدث أو نجس، ولا حدث في الغسل يجزئ، وإنما هو لنجاسة الدم. فالأمر بالغسل يدل على النجاسة. الدم اللي وارد في الحديث ده مش زي ما الشوكاني بيقول في النجاسات انه دم حيض فقط، وعشان كده تابعوا كل بقى اللي انتوا شايفينهم معاصرين. لا، ده الدم ده دم استحاضة، الرسول امرها ان تغسل عنها الدم وتصلي، فدل ذلك على نجاسة الدم عموما، دم الحيض ودم العرق. وبوب البخاري بابين، باب نجاسة دم الحيض وباب نجاسة الدم، أو باب غسل دم الحيض وغسل الدم. وأهل به لغير الله أو فسقا عطف على خنزير، على لحم خنزير. وأهل لغير الله به صفة فسق، أي ذبح على الأصنام وغيرها، سمي فسقا لتوغله في باب الفسق. ويجوز أن يكون فسقا مفعولا له لأهل لأهل، أهل فسقا أي أهل به لغير الله فسق، على عطف أهل على يكون، وهو تكلف لا حاجة له. إذا ما ذبح وذكر اسم غير الله عليه لا يدخل في عموم ما أحل الله لنا من طعام أهل الكتاب. سبق أن شرحنا هذه المسألة في سورة المائدة، وأن العموم المجروح المخصص عدة تخصيصات أولى بأن يخصص بالعموم غير المجروح غير المخصص. عموم ولا تأكلوا وما أهل به لغير الله عموم غير مجروح، يبقى ما ينفعش أقول كل
ولو قال باسم جرجس أو باسم الصليب هذا أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد تقدم في سورة البقرة فإن ربك غفور رحيم، أي كثير المغفرة كثير الرحمة، فلا يؤاخذ المضطر لما دعت إليه ضرورته. اللي يلمس الدم واللي يلمس لحم الخنزير لازم يغسل ايده، والهدوم والميتة الرطبة والهدوم اللي تلمسها لازم تغسل. سورة الأعراف هي مكية إلا 8 آيات، وهي قول واسألهم عن القرية إلى قوله وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة. الصحيح أن الاثنين دول لا دليل على عدم النسخ، على أقصد على أنها مدنية. الظاهر سورة الأعراف كلها مدنية مكية، استغفر الله كلها مكية. يقول قاله ابن عباس وابن الزبير وبه قال الحسن ومجاهد وأكرمة وعطاء وجابر بن زيد، وقال قتادة آية من الأعراف مدنية واسألهم عن القرية وسائرها مكية، عشان ده كلام على اليهود. لا مانع أن اليهود يكونوا بيجوا مكة ويسألهم المشركون فيطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم فتنزل الآيات في ذمهم. وقال قتادة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المغرب يفرقها في الركعتين، حديث رواه البخاري. وآيتها 205 أو 206 آيات. الآية الأولى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا خطاب لجميع بني آدم، وإن كان واردا على سبب خاص هو طوافهم بالبيت عراء، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والزينة ما يتزين به الناس من الملبوس، أمروا بالتزين عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف. وهنا التزين مقصوده ستر العورة، وقد استدل بالآية على ستر العورة في الصلاة، وإليه ذهب جمهور العلماء جمهور أهل العلم. أنه واجب بل شرط، يقول بل سترها واجب في جميع الأحوال، في كل حال من الأحوال، وإن كان الرجل خاليا فيه نظر، إن كان الرجل خاليا فمستحب. قال والكلام على العورة وما يجب ستره منها مفصل في كتب الفروع. هو ليه بيقول إنه كان الرجل خاليا؟ عشان حديث فإن كان الرجل خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه، ده مش دليل على الوجوب، دليل على الاستحباب. تفضلوا الأذان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.